بسم الله الرحمن الرحيم. نتيجة لتواصل عمليات القمع والقتل والتشريح التي ورط بها النظام الأسدي عناصر القوات المسلحة ضد أهالينا من الشعب الأعزل الذي خرج مطالبا بحقه في الحياة الحرة الكريمة، فإننا نعلن انشقاقنا عن الجيش العقائدي البعثي وانضمامنا لصفوف الأحرار من الجيش الحر، وذلك من تشكيل سرية الشهيد أبي الوليد التابعة لكتيبة أبي عبيدة بن الجراح في ريف دمشق. ونحن في هذا الصدد نحذر عصابات النظام من أمن وشبيحة وقوات عسكرية من المساس للمتظاهرين السلميين العزل في محافظة ريف دمشق وخاصة منطقة القلمون، ونعلن أننا معنيين بحماية المدنيين من بطش أولئك المارقين، كما نعلن عن بدء عملياتنا ضد هذه العصابات المجرمة حتى يسلموا سلاحهم أو يتوبوا إلى الله وينضموا إلى صفوف الثوار في الجيش السوري الحر. وقد وصلنا من عناصر أمن شرفاء في منطقتي النبت واليكون ينوون انشقاقهم في الوقت المناسب أسماء لمخبرين وشبيحة خانوا أهلهم ووطنهم، ولدينا وثائق وتسجيلات مصورة تثبت تورطهم في قمع المظاهرات والتنكيل بالمتظاهرين والإبلاغ عنهم، ونكتفي بإيراد بعض أسمائهم ليتعظ بهم البقية: علي شريكو، شريف عز الدين، نزيه الشيبي، أمجد الطيب من مدينة النبي، خالد الدرع، عماد جندل من مدينة يبلول، سمير رحال، مصطفى رحال، رياض رحال، كتيبة عبد الله من مدينة قارة، عبد الله راكب النقشي، عمار النقشي، فواز عاتكة، محمد حسين أرزق، رأفة تمام الشيخة قرية المشرفة، جمال الشقة من قرية جراجير. وننذرهم وننذر غيرهم من المخبرين والشبيحة في المنطقة الإنذار الأخير أن يتوبوا إلى الله ويبتعدوا عن غيهم. أما إن أصروا على فجورهم وعنادهم فإننا مكلفون بملاحظتهم حيثما حلوا، ولا عدوان إلا على الظالمين. الله